رئيس الحكومة المتخلي يدشن المقر الجديد لوزارة الشؤون الدينية. دورة تكوينية لقوات الأمن الداخلي حول احترام حقوق الإنسان. وفي أخبارنا العالمية، مقتل 4 أشخاص في مواجهات عنيفة ببورسعيد المصرية. النشرة الإخبارية من قناة حنبعل، مساء الخير. دشن صباح اليوم كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال حمد الجبالي ووزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي المقر الجديد لوزارة الشؤون الدينية، حيث تجول رفقة عدد من أعضاء الحكومة في جميع أركان المبنى للتعرف على مختلف تجهيزاته ومكوناته. سهير جعفر، مجد القرقني. بعد مرور أكثر من سنة على أشغال تشييده، قام رئيس الحكومة المتخلي حمد جبالي صباح اليوم بتسليم المقر الجديد لوزارة الشؤون الدينية المحاذي لوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية إلى وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي، الذي قال إن المقر الجديد يأتي ليعوض سنوات من التهميش في المقر القديم. ابتلينا في الماضي بما ابتلينا به، وتتفضلوا تشوفوا الوزارة في المبنى القديم سترون الوضع المتدهور الذي لا يليق بموظفين معاصرين في بعد الثورة، ولا يليق بأداء عمل إداري ووظيفي. نحن اليوم في هذا المبنى الجديد نأمل أن يكون إضافة نوعية إن شاء الله، بما يحقق رسالة هذه الوزارة كما هي في موضوعها الديني وموضوعها الوظيفي والوطني. المقر الجديد لوزارة الشؤون الدينية، والذي جمع في هندسته الطابعين الديني والعصري في آن واحد، استلزم ما يقارب 5 ملايين دينار لإنجازه، بما يتطابق والمستلزمات الإدارية والوظيفية للوزارة. المشروع تكلف تقريبا 5.5 مليون دينار، هو فيه عديد من المكاتب، تقريبا أكثر من 40 مكتب، في قاعة اجتماعات كبرى. يبدو أن التحوير الوزاري امتد ليشمل إضافة إلى أعضاء الحكومة بعض مقراتهم الوزارية. على هامش تدشين المقر الجديد لوزارة الشؤون الدينية، أكد عدد من وزراء حكومة حماد الجبالي تواصل المشاورات بشأن تركيبة الحكومة الجديدة، والتي من المنتظر الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة. سهير جعفر، مجدي قرقني. مع اقتراب استيفاء المدة القانونية لتشكيل حكومة علي العريض والمحددة ب 15 يوما، نفى رئيس الحكومة المتخلي حمد جبالي علمه بالتشكيلة الجديدة للحكومة. المهتم بالمشاورات هو سي علي العريض، مش حمد جبالي. من جهتهم، أكد بعض وزراء حكومة حمد جبالي أن المشاورات تسير على قدم وساق نحو إعلان التركيبة الجديدة للحكومة في غضون الساعات القليلة القادمة. المشاورات على قدم وساق، وإن شاء الله نتوصلوا إلى توافق اليوم أو غدوة على تقدير بين كل الأطراف المشاركة. حاليا المشاورات في لمساتها الأخيرة، إن شاء الله نجم نقولوها أنه مش في الأيام القادمة، إن شاء الله في الساعات القادمة يتم الإعلان. يأتي ذلك فيما أقر بعض الوزراء إمكانية استمرارهم على رأس وزاراتهم. إلى حد الآن في إطار المشاورات لم يطرح تغيير على مستوى وزارة أملاك الدولة. نحن نشتغل إلى آخر لحظة، وكان تم تجديد الثقة فإحنا موجودين. نحن لا يهمنا قضية من سيكون في الموقع الوزاري هذا أو ذاك، المهم أن ينجز الإنسان ما عليه لو حتى في آخر لحظة في حياته أو في آخر لحظة في مهمته. لأن حددت مدة الإعلان عن تركيبة حكومة رئيس الحكومة الجديد علي العريض، فإن انتظار الإعلان عنها قد لا يختلف كثيرا عن انتظار التحوير الوزاري في الحكومة السابقة. من جهة أخرى، نظمت المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي بالتعاون مع المفوضية الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر دورة تكوينية في إطار احترام حقوق الإنسان أثناء ممارسة قوات الأمن لواجبها لبناء الثقة بين رجل الأمن والمواطن. عبد المجيد الغندور، ملك بن عبيد. إخراج صورة جديدة لرجل الأمن تجاه المواطن لبناء الثقة بين الطرفين. فارتأت وزارة الداخلية من خلال المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي بالتعاون مع المفوضية الإقليمية للجنة الدولية لصليب الأحمر بتونس
القيام بدورات تكوينية لفائدة الإطارات الأمنية حول احترام حقوق الإنسان أثناء أدائهم لواجبهم. انطلقت وزارة الداخلية في عملية إصلاحية كبيرة، والغاية منها إيجاد توازن بين تطبيق القانون. الهدف منها إشاعة ثقافة حقوق الإنسان ومفاهيم الكونية لحقوق الإنسان لدى المسؤولين الجهويين القطاعيين، بما ينعكس على نتيجة العلاقة ما بين رجل الأمن والمواطن في الميدان. بعد 14 جانفي معناتها أصبح حديث ساعة حفظ حقوق الإنسان أثناء المعاملات الشرطية، وكل ما يتعامل عون قوات الأمن الداخلي مع المواطن بصفة خاصة. كاتب الدولة لدى وزير الداخلية سعيد المشيشي يرى أن الوضع الأمني في هذه المرحلة يتطلب تظافر كل الأطراف المسؤولة بما فيها المواطن لضمان الاستقرار. أننا نعيش في مرحلة دقيقة، والرجال الأمن مطلوبين تقريبا في كل المستويات وفي العديد من المجالات. مطلوب منه حماية الحدود البرية والبحرية، مطالب بملاحقة الجماعات المتشددة، مطالب بمتابعة الجريمة المنظمة. الأمن هو مشكلة جميع المواطنين، ما فيها وسائل الإعلام، الأمنيين، المواطنين، ولذا معناتها الأحسن نحكيه بواقعية. أصبح الوضع الأمني أهم مطلب ينشده الشارع التونسي في ظل ما تشهده البلاد من تصاعد لوتيرة العنف وانتشار الأسلحة، الذي أصبح يقوض الأمن والسلم الاجتماعيين بين الأفراد مطالبين بعودة الاستقرار للبلاد. عبد المجيد الغندور، ملك بن عبيد. في ظل ما تعيشه البلاد من تصاعد لظاهرة العنف وانتشار غير مألوف للأسلحة، بات المواطن في حيرة من أمره بخصوص الوضع الأمني بالبلاد، سيما بعد استغلال عدد من المنحرفين لهذا الوضع في ترويع بعض العائلات على غرار ما حصل ليلة السبت بالمروج. هذه الأحداث وغيرها جعلت التونسي يفقد نوعا ما ثقته في أداء المنظومة الأمنية. سيء للغاية، برشا حاجات ما عادش كيما قبل، ما عادش نجم تخرج في اي وقت، ما عادش انا كاميرا ما نجمش نخرج بعد ما ظلم الدنيا وحدي. انا الخمسة ونص نروح للدار. علاش؟ خاطر كثرت برشا المشاكل وناس بركاجات والحكايات الكل كثرت برشا. الوضع الامني في البلاد صفف على الاخر، خاطر البلاد دخلت فيها سلاح برشا وحاجه معناها ما تطمنش بالكل بالكل. اذا كان جات السبعه نتاع العشيه بعد احنا نقولوا بعد المغرب، كل انسان يخمم باش يروح. سمعت قالوا في المروج فما في الليل فما معناتها جماعه معناتها هدوا على دار ولا شنو، ديار ولا شنو في المروج، حي النزه ولا شنو، حاسين حبوا يسرقوا. واحد حتى كي يدور في الليل ولا يخاف على روحه. في الليل في الليل في الليل موجود البركاجات بالقدا. يعني واحد باش يمشي يخدم على 10000 20000 يترزا في كهرباء ب 40 مليون وحياته يدغروه ويخلي عيله كامله فهمت تتشرد. الامن في الليل ماهوش واضح بالقدا بالقدا، ماهوش موجود، ماهوش حاجه قليله موجود، مش موجود بالكل، اما مش كافي. الاحياء الشعبي ناقص الامن بالقدا بالقدا. راضي على اداء وزاره الداخليه؟ لا جمله، انا خاطر نسكن في منطقه شعبيه دونك جملة 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 تسمع بحاجات تشوكيك. أسباب التراجع الأمني يرجعه شق آخر من المواطنين إلى الوضع السياسي والمنظومة الأمنية وتطور التجاذبات السياسية الضيقة خدمة لمصالحها. مش رجال الأمن معناها مقصرين، أما يعني إحنا في تونس فما ناس معناها ماهوش ما يحبوش إنه الوضع الأمني يستقر، فهمت؟ كسواء ناس عاديين ولا ناس معناها عندهم توجهات معين. ماذا بينا السياسيين يخموا اقتصاد البلاد اكثر من كل شيء. هذا ايش نحب؟ يحسوا شيء بالبلاد، ما يحسوش باللي بوست باش ياخذوه. ناقصين امن، ناقصين عباد، ناقصين يعني دوريات يعملوا شبابيه ولا ياخذوا من جامعات ليكيب ناسيونال كما نقولوا نحن، ناس هكا عندهم بدونات قويين فهمت؟ امن قائم بواجبه بطرق لكن شيء يكثر عليه. والله الوزارة الداخلية يخدموا قاعدين مش ما يخدموش، ما فانت كنت في الليل نقصين برش. إذا ما نحترموش نحن لمن هو بيدو لمن يولي خايف على روحه. هك تشوف كل مرة تسمع بوليس أو ضربوه أو مات أو قتلوه، كل مرة ما تجيش الحكاية هذه. المسؤولون الأمنيون مدركون للواقع الذي تعيشه المنظومة الأمنية، خاصة بعد تصاعد الخطاب السياسي بين عدد من الأطراف الحزبية. إن شاء الله يقل التجاذب السياسي ويقل التوتر ويقل الشحن
لأنه هذا كله يأثر على الأداء الأمني، وإن شاء الله نلقوا تفاهم من المواطن. حسوا المواطن أكثر باش يساهم في التصدي للنفوس المريضة اللي تحب تروج السلاح أو تمروا للدول الأخرى. معناتها يلزم نحسوا المواطن، حملوه مسؤولية أكثر باش يتعامل معنا أكثر معنا. لكن الاستقرار الأمني أصبح هاجسا ومطلبا ملحا ينشده التونسي ويتمناه أكثر من ذي قبل. كل حملات في الليل هذيك بين المواطن بين كل واحد. طلبوا كشعب التونسي شعب بايس، فهمت، خدام ويحب الخدمة ويحب شوي الأمن وكهو. تواصل اليوم القيام بعمليات الغوص من قبل غواصين تابعين لجيش البحر في المكان الذي حدد فيه المركب البحري الغارق في عرض سواحل قرقنة بغاية البحث عن البحارة 13 المفقودين. هذا وقد تم عشية الأمس العثور على أثار المركب المفقود منذ فجر الجمعة، وذلك من خلال عملية بحث وتمشيط قام بها يوم الأحد أحد المجهزين البحريين جهة. شهدت مدينة تالا دفن رفات المرحوم أحمد الرحموني الذي وقع إعدامه سنة 63 و900 وألف بحضور جمع غفير من المواطنين وممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. مبكر القمودي، جاد المصري. الحدث في مدينة تالا هو جلب رفات الشهيد أحمد الرحموني الذي وقع إعدامه يوم 24 من جانفي 63 و900 وألف من طرف النظام البوركيبي على خلفية القيام بعملية انقلابية. الموكب جاب الشارع الرئيسية بمدينة تالا ثم تحول إلى ساحة الشهداء وحط الرحالة بدار الثقافة الذي أسسها المرحوم في بداية الخمسينات. وقد حضر هذا الموكب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ووزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي وعدد من أعضاء المجلس التأسيسي وممثلي الأحزاب وأطياف المجتمع المدني. نحن هذا اليوم في يوم من أيام الله سبحانه وتعالى بمناسبة دفن رفات الشهيد العالم المجاهد أحمد الرحموني بعد 50 سنة بمدينة تالا، هذه المدينة المجاهدة والمناضلة عبر تاريخها الطويل، هي مع أخواتها المدن الأخرى في كل تراب الجمهورية هي مدينة الشهداء ومدينة الجرحى والمناضلين. إنا لله وإنا إليه راجعون. الموت حق، ولكن الشهيد له منزلة عظيمة عند الله، فهو الشهيد ليس ميتا وإنما حي. الشيخ الرحموني حي بيننا اليوم، وظل حيا باستمرار، وظلت مظلمته نارا لا تزال تشع حتى أحرقت ملك بورقيبة، حتى أحرقت الطغيان البورقيبي، واليوم هذا الحشد كله يجتمع احتفاء إعادة الاعتبار لذكرى هذا الشيخ العلام المجاهد الذي أتشرف بأن أكون تلميذا صغيرا من تلاميذه. بعد إلقاء بعض كلمات التأبين تعالت الأصوات منددة بحضور بعض الشخصيات على غرار رئيس حركة النهضة الذي وقع رشق موكبه بالحجرة، الشيء الذي أدى إلى تهشيم بعض السيارات. وقع شيء اللي البلاد ما كي جت مع الجنازة هذه جو مجموعة ما غير مرغوب فيهم في البلاد، فهمتني؟ خاطر هذوم الناس هذوم جو ما كناش أصلا نعرفوهم نحن، ناس جونا من بعيد ما يعرفوناش كيفاش نعيشوا كيفاش عقلياتنا كيفاش. بالنسبة الرجل غنوشي ولا البناني يمكن كان كنجو في ظرف آخر وجو أحد مرأي ممكن ناس كنا نستقبلهم ونضيفهم ونفرحوا بهم، وكان قبلناهم ما قبلناهمش كيف يقول خير. على هامش تأبين الشهيد شكري بالعيد دعا شقيقه لطفي بالعيد الشعب التونسي إلى تبني قضية اغتيال أخيه، مشككا فيما وقع تقديمه من معطيات خلال الندوة الصحفية التي عقدها للعريض الأسبوع الفارط. باسم سندي، علي مالك. بمناسبة حضوره حفل تأبين الشهيد شكري بالعيد بالكاف، اعتبر لطفي بالعيد شقيق الفقيد أن ما وقع تقديمه من معطيات أولية بخصوص عملية اغتيال شقيقه تحمل حسب رأيه عدة مغالطات، كما دعا الشعب التونسي إلى تبني قضية اغتيال بالعيد.
فيما يخص آخر المعلومات ولا تم تكتم كبير على سير التحقيق. هذه مسرحية سيئة بإخراج رديء بشكل أردى من وزير الداخلية. أنا أتهمه بالمترفع مثل الفيال. من جهته اعتبر منجي الرحوي عضو المجلس الوطني التأسيسي والقيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أن قيادة الحزب ليس لها أي معطيات جديدة بخصوص تطورات مرحلة التحقيق في قضية اغتيال بلعيد، مشككا فيما وقع تقديمه من معطيات خلال الندوة الصحفية التي عقدها علي العريض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال الأسبوع الفارط. نحن نعتبره السيد علي العريض ليس له من الحيادية ومن النزاهة باش يكون موجود في قضية من نوع هذه، ونحن نشك في ما يقدمه، وخاصة ندوة صحفية اللي قام بها لا تعدو أن تكون مسرحية، لا تعدو أن تكون صورة جديدة يحب يقدمها لنفسه، لا تعدو أن تكون محاولة لتلميع صورته باعتباره وزير فاشل في تأمين المواطنين، في تأمين النشطاء السياسيين، في توفير الأمن والاستقرار لتونس في تجربة دامت أكثر من عام وأربع شهور. أخبارنا الدولية نبدأها بمصر، حيث شهدت مدينة بورسعيد اشتباكات عنيفة بين عناصر الأمن ومتظاهرين أسفرت عن مقتل 4 أشخاص بينهم شرطيان، كما أسفرت عن إصابة 400 شخص بجروح. شيراز النيلي. أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم عن مقتل 4 أشخاص بينهم شرطيين قتلوا في أعمال عنف ليلية في بورسعيد استمرت حتى الفجر بين الأمن ومتظاهرين، كما أسفرت عن إصابة 400 شخص. وقد بدأت الاشتباكات صباح الأحد بعدما قررت وزارة الداخلية نقل 39 متهما فيما يعرف في مصر بقضية مجزرة بورسعيد عقب مباراة لكرة القدم. وتصدر محكمة جنايات بورسعيد في 9 مارس الجاري حكمها في القضية بعد أن قررت في 26 من جانفي الفارط الحكم على 21 متهما بالإعدام. وعقب إصدار هذا الحكم شهدت مدينة بورسعيد تظاهرات واشتباكات أدت إلى مقتل أكثر من 40 شخصا، هذا وتتواصل فيها حركة عصيان مدني بدأت منذ أسبوعين. تناولت المحادثات التي أجراها جون كيري وزير الخارجية الأمريكي اليوم مع نظرائه في دول الخليج العربي في العاصمة السعودية الرياض، تناولت موضوعي إيران وسوريا. وقال كيري إن بلاده تريد أن تضمن السلاح إلى فئة معتدلة من المعارضة السورية. وبشأن الملف النووي الإيراني، اعتبر سعود الفيصل أن الإيرانيين لم يثبتوا أي جدية في المفاوضات مع الدول الكبرى، داعيا إلى إيجاد حل سريع لهذه القضية التي قد تفتح سباقا نوويا في المنطقة حسب قوله. تشن القوات السورية النظامية حملة واسعة لاستعادة أحياء يسيطر عليها المقاتلون المعارضون في مدينة حمص وسط البلاد، حيث تدور اشتباكات هي الأعنف منذ شهر بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. هذا وقام رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية معاذ أحمد الخطيب بزيارة لشمال سوريا، وأظهرت صورا له في شوارع حلب وسط عدد كبير من المدنيين قبل أن يغادر عائدا إلى تركيا. يواصل الكينيون التصويت في الانتخابات العامة التي يعتبرها مراقبون الأهم من نوعها في تاريخ هذا البلد الإفريقي، وهذه أول انتخابات وفق دستور كينيا الجديد. ورغم أن هذا الدستور أقر منع تكرار العنف العرقي الذي أعقب الانتخابات الأخيرة التي أجريت عام 2007 وأسفر عن مصرع أكثر من 1000 شخص، إلا أن هذا لم يمنع تجدد العنف في الانتخابات الحالية، حيث قتل 13 شخصا بينهم 6 من رجال الشرطة في هجومين منفصلين استهدف أحدهما قوات الأمن قبيل ساعات من بدء الاقتراع. بهذا تكون نشرتنا الإخبارية قد انتهت لهذا اليوم. لم يتبقى لي إلا أن أذكركم بالعناوين. رئيس الحكومة المتخلي يدشن المقر الجديد لوزارة الشؤون الدينية. دورة تكوينية لقوات الأمن الداخلي حول احترام حقوق الإنسان. عالميا مقتل 4 أشخاص في مواجهات عنيفة في بورسعيد المصرية. نهاية النشرة، نشكركم على حسن المتابعة، دمتم بخير.